بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله اليوم في الأسبوع 14 نشرح موضوع عملي اللي هو التقديم لدرجة الماجستير. يعني أي طالب بيحتاج بعد التخرج يقدم لدرجة الماجستير إكمال الدراسي، رح يمر في نفس البروسيس في كل الجامعات. أنا اخترت جامعة البروسيس فيها ممكن شوي واضح بالنسبة للطلاب، www.ukm.edu.my هي جامعة ماليزية، ممكن نقدم لها. ولكن قبل ما أبدأ في تفاصيل الشرح، في شغلة مهمة بدي أحكي لكم إياها في موضوع الفيديوهات اللي بنشرها حتى نزيد من جودة الشرح. بنصحكم أي فيديو بدكم تحضروه مباشرة تروحوا على السيتينج الكواليتي وتختاروا 720 اللي هي الدقة. طبعا هي تحتاج انترنت شوية أقوى، ولكن رح تلاحظوا إنه دقة الفيديو رح تكون أفضل من ما يكون أوتو أو رقم ثاني. طيب نرجع ل موقع الجامعة. أي جامعة في الدنيا بيكون فيها أسماء الكليات وإعلانات وكل هذا الكلام. أنت بكل بساطة بتبحث عن إشي اسمه أدميشن. أدميشن اللي هو مثل علامات القبول والتسجيل أو التسجيل. أدميشن، هل أنت أندر جراجويت ولا جراجويت؟ أندر جراجويت اللي هم البكالوريوس، جراجويتد اللي هي الجراجويت اللي هي الدرجات العليا، ماجستير دبلوم عالي ودكتوراه. بيجي بقولنا دكتوراه ولا ماستر ولا ام بي اي ولا بوست جراجويت دبلوم؟ لا، انا بدي اقول له بدي ماستر. في الماستر قال لك اي كليه، مثلا انا بدي الايكونومكس اند مانجمنت في كليتنا. هون عرض لنا كل التخصصات الموجوده، ماستر اوف ايكونومكس، الديفلوبمنت ايكونومكس، الاسلاميك ايكونومكس، اندستريال ايكونومكس، الاداره الصناعيه، كل هذا الاقتصاد الصناعي وغيره. طيب الفيز اللي هي اسعار، اذا كان فول ريسيرش، شو يعني فول ريسيرش؟ اللي هو بس ابحاث، ميكس مود ابحاث ومساقات، بيختلف طبعا. لازم يكون السعر هاي التيوشن فيز بير سمستر والتوتال فيز السكند سمستر، طبعا بقيه السمسترات، مش دائما اول سمستر بيكون مختلف في سعره لانه في تكاليف اكثر. في نظام الكورس وورك اللي مواد المواد بيختلف طبعا. التيوشن فيز 1400، الفيرست سمستر 2800، السكند سمستر والثيرد وغيره 1600، هاي 2800 1800 بيختلف من فصل لفصل. Application، هذا تقديم الطلب. Entry requirements، كل الطلبات اللي لازم تكون انت محققها حتى تدخل ماجستير، مثلا توفل 550 ايلتس 6 مثلا. هون كمان حكي تفاصيل عن اللغة الانجليزية. طيب ال VDR، ال VDR اللي هي اذن الدخول للدولة، تكلفتها في السنة 1060، في السنتين للأندونيسيين، هاي فقط عندهم خصومات. الآي كارد اللي هي بطاقة اللي هي الإقامة. الباص الدخول 60، المالتيبل انتري في حال إنه كان في معك حدا. هاي كلها تفاصيل لها علاقة في الفيزا. طيب الابليكيشن باجي بقول له apply to UKM، أعطاني البرامج الموجودة. هذا في الاندستري، هاي في الفلسفي. احنا راح ناخذ في الماستر دبلوم وماجستير في الفلسفي. هذه هنا ماستر كورس وورك، هاي في الكمبيوتينج والانجينيرينج ما بيتمناش. احنا بدنا اول واحدة، اول واحدة ابلاي ناو. فطبعا التقديم لها جدا جدا سهل. نيجي هون لوجين، اذا كان عندي حساب بدي احكي له register.
انت الكارد هولدر، هل انت ماليزي ولا نان ماليزي؟ ما معي هوية. الباسبورت تبعك مثلا تي 90 80 90، بتشوف شو رقم جوازك بتكتبه. الايميل هاي مثلا فادي دوت حرز الله، لانه بصير يبعثوا لك ايميلات عليه @gmail.com. طبعا راح يكون اليوزر نيم رقم الجواز. الباسورد كررها مرتين. اوكي ريجستر، خلص خلص. باجي هون لوجن، بدي انتبه انه انا ابليكانس ولا ستاف، لا انا طالب مقدم لل الطلب. هي جوازي 90 80 90 90 80 90، حتى ما انساهوش. ابليكانس اوكي انتر. اول سؤال بيسالوك هي انت منين عرفت عنها؟ من صديق، من موقع الجامعه، من كورسات سوشيال ميديا، يو كي ام ليكتشر ستاف، يو كي ام فريندز. اوكي واحد صاحبي حكى لي عنكم، تمام. هذه جدا مهمه بالنسبه لهم، بيهتموا في المنا... في ال... في ال... في ال... السمعه تبعته. الابلكيشن طبعا شوف هون اليوزر مانيوال، عاملين يوزر مانيوال كيف انت بتقدم الطلب حتى يكون بالنسبة لك سهل. محتاج شوية تحميل لأنه كله صور طبعا. الآن أنا بدي على الابليكيشن، شوفوا مقسمهم إلى أقسام، البروجرام، البرنامج، المعلومات الشخصية، أوراق الرسمية إذا كان في عندك ورقة تثبت إنك كنت شغال، إنجليزي، المرجعيات، الناس بدهم يسألهم عنكم، الفاينانشال سبورت، مين بده يدعمكم ماديا، السبورت دوكيومنت، ملفات ثانية، أمور تتعلق بالفيزا، ورسوم الطلب. نرجع للمانيوال، طلع المانيوال كيف بالضبط حاكين شو الواحد يعمل حتى يقدم طلب، فالأمور فيها سهلة كثير. طيب نبدأ فيهم البروجرام. ايش هو الدراسة اللي بتدرسها؟ ريجستر تايب، انا بدي فول تايم اداوم في الجامعة، ليفل اوف ستادي ماستر ديجري. طبعا بدي كل واحد فيكم حتى نكون عارفين شو الواجب اللي راح يكون مطلوب، كل واحد فيكم يفوت على الموقع يسجل معلوماته الصحيحة، رقم الجواز ما عنديش مشكلة إذا كان صح ولا، لأنه بالأخير بدك تزودني في رقم جواز وباسورد حتى أدخل أنا أشوف اللي عملتوه. الماستر ديجري المود بدنا إياه كورس وورك للجميع، الفاكلتي اللي هي الإيكونومكس أند مانجمنت كمان للجميع، البروجرام ماستر إن مثلا خلينا نحكي الايكونومكس او اكاونتنج بتختلف من واحد لواحد، فيلد اوف ستدي بدنا في المانجمنت، تمام. الريسيرش توبيك بدنا نحكي مثلا الاي كوميرس، السوبرفايزر مثلا بروف احمد ناصر. طبعا هذا الاسم انا منين بجيبه؟ عادة الناس لما تقدم لماجستير أو دكتوراه بتروح تشوف موقع الكلية مين أفضل المشرفين فيها وبتقترح، حتى لما يناقشوا طلبك في الـ في الـ في الميتينج في الاجتماع الأسبوعي بقول والله هذا الطالب حابب إنه يروح عند البروف أحمد ناصر بناء على أبحاث. طيب هاي سيف. إذا كل واحد فيكم لازم يعبي بياناته بهاي الطريقة، الكلية الاقتصاد، الماستر إن أكاونتينج، الكورس وورك، ماستر ديجري، والفول تايم. فول تايم يعني إنه أنا بدي أداوم طول السنة. personal information طبعا كل واحد فيكم بده يشوف personal information، الادرس والبيرسون تو كونتاكت اذا حد يتواصل عني. هاي جوازي جاي لحاله، هاي اسمي انا، اسمي طبعا اسمي لازم يكون صحيح، تاريخ الميلاد انا بدي احطه مثلا 1/1/1980، انا بالنسبه لي مثلا هيك بدي احط ميل. الريس اللي هي هذا يعني تصنيفك، نون سيتيز، انا مش ماليزي. الريليجن اسلام، وضعك الصحي ما في اي شيء، هيلثي. الماتيريال مثلا انا بالنسبه لي مريد. سيتيزن شيب نون ماليزيان، انا مش ماليزي. كانتري اوف سيتيزن شيب هاي نحكي عن فلسطين، سموها فلسطين، التهجئة تبعتها بتختلف، فلسطين. الشوينج الباسبورت، الباسبورت هون بيكون تكتبه لشغلتين، مرات الباسبورت بيكون أردني، يفضل لما تطلع على بلاد برا في أوروبا وغيرها وآسيا يكون الجواز أردني، حتى المطارات ما تغلبوش فيهم. الجوازنا تمام ما عليه مشاكل، ولكن
في موضوع الإقامات والفيز الأردني بيكون له مدة أطول، لأنه لازم يكون الباسبورت أردني، فالرقم بيكون أردني. إيميلي، تليفون نمبر اللي هم 00970926631123 مثلا، الموبايل 00970599912345. طبعا لازم يكون رقمك الصح، انا هون مش عمال بحط رقم الصح. هاي سيف. طيب الادرس هاي مثلا فلسطين طول كريم، البوست كود لازم تختار البوست كود صح من البريد طول كريم، كنتري فلسطين، هاي فلسطين مسمينها هم. انا بدي البيمنت ادرس، العنوان اللي انا بوصلنا اللي بدي ادفع منه او بدي وصلنا عن الفواتير نفسه، الادرس اللي الي، والبيرسون تو كونتاكت اذا بدي حدا مثلا دكتور مهند عياش، ريليشن شيب فريند انكل اذر ريليتيف برذر اوكي سان سيستر، في بينه وبين علاقة من صديقة دكتور مثلا m.ayash@gmail.com، تليفون نمبر 00970991213. طبعا بحط ارقام مش صحيحة لانه انا مش عمالي بشرح، مش عمالي بقدم طلب، بس انتم مطلوب منكم تحطوا ارقام صحيحة حتى يكون ال يعني مش شرط يكون جوالكم بنفس الطريقة، ولكن المهم رقم 970599923344. لاحظوا هون حط لي صح انه انت اكملت كافة البيانات مطلوب منك. طبعا هون الادرس كل ما انت فصلت مثلا، في انا ممكن اجي هون احط هاي هيك هاي طول كريم ويست بنك، في ناس مغزم غيره، بعمل دائما بعمل سيف مشان ما اضيع المعلومات. طيب اكاديميك كواليفيكيشن، شهادتك العلميه، لاحظوا للماجستير طلب منك تحط الديجري اللي هي البكالوريوس، الماستر مش مطلوب لانه انت مش ما عندك ماستر، والدكتوراه مش مطلوب غيره مش مطلوب. طيب اد كواليفيكيشن، تنزل تحت شو بتلاقي؟ انا خريج فلسطين، خريج للاسف ما راح نلاقي القدس جامعه خضوري، بدي اقول له انا ديجري اللي هو البكالوريوس، ميجر بزنس ادمنستريشن اند اي كوميرس، انا خريج 2016. تقديري في ناس بيقدروا من 100، في ناس بيقدروا فيري جود جود، احنا على ال very good to good. مثلا انا very good، الميديوم اوف ستدي عربي مثلا او انجلش حسب شو، طبعا انجلش بتفرق معك في ممكن يرعوك في الانجليزي. ريجسترار اوفيشال ايميل اللي هو من بي تي يو كي، دائما طبعا يكون في ايميل لمدير القبول والتسجيل حتى يبعثوا له الجامعة إيميل يتحققوا من بياناتك، طاقم القبول والتسجيل، هذا مدير قبول التسجيل، ننسخ الإيميل اللي له ونجيبه. تمام، الآن مطلوب منك ترفق ملفين، سكرول اللي هو كشف علامات، ترانسكريبت اللي هي المصدقة. أنا طبعا ما في عندي كشف علامات، ما بدي أرفق كشف علامات حقيقي، بدي مثلا أفتح ملف وورد، ملف وورد شو ما كان فيه نص، مثلا هاي بدي أقول له راند، طبعا لأنه إحنا بنحكي عن تجربة، عمل نص، طبعا هو راح يكون بالعربي لأنه عندي اللغة العربية، شو بعمل فيه؟ بقول له فايل سيف أز على سطح المكتب، دي نوعه بي دي اف لانه هم بيطلبوه بي دي اف، انا سميته الاسم دي.
خلاص سكر. طبعا احنا هذا الملف فقط للتجربة، ولكن لما بتيجي انت تقدم للجامعة بيكون اشي افضل من هيك. هاي ترانسكريبت وهاي سكول، لازم يكون PDF. طيب جيت هون اختار الملف، هاي سكول، اختار الملف هاي ترانسكريبت، احكي له سيف. اليونيفرسيتي بدي احكي له اسلام بوليتكنيك اسلاميك. طبعا هون حتى لو حطيناها خطأ عادي بتقبلها لانه هناك بغيروها. خلينا نحكي عن مثلا University of Palestine، جامعة فلسطين. طبعا احنا مش جامعتنا، ولكن احنا بدنا نمشي في الملف. قاعد بعمل ابلود. طبعا كمان مرة مطلوب منكم تنشئ كل هذه الامور، لاحظين هذه المعلومات عني، هذول الامور اللي تحت ما بتهمني. Employment History، اذا كان حدا فيكم اشتغل في مكان بعد التخرج بيقدر يحط اسم طبيعة العمل، اسم الشركة اشتغل فيها من أي شهر لأي شهر، وفول تايم ولا بارت تايم، يعني عمل جزئي، ومعلومات عن الشركة. هذا طبعا مش الكل موجود، فأنا بالنسبة لي مش كثير بهتم فيها. إنجليزي، إذا كان معك توفل أو آيلتس، هل بيبر بيزد ولا كمبيوتر بيز ولا إنترنت بيزد، ورقم ال رقم ال شو اسمه الامتحان في أي سنة خلصته. اذا كان ايرس نفس الشيء. الان ما اذا ما كان عندك ولا واحد فيه بتقول له ايش نان اوف ذيس، خلص بقول لك انت لما تيجي عندنا بنقرر في موضوع الانجليزي اللي لك. ريفرنسز اللي هم المعرفين، مثلا نيم وليد احمد، مثلا تليفون 00 رقم هيك انا بقطع شوي، وليد دوت احمد عفوا الجيميل، لازم يكون طبعا ايميلات كلها لهم صح، الفاكس بيهمنيش. اوكي اوفيشال، مثلا بي تي يو كي، نيم اوف انستيتيوت بي تي يو كي، كانتري فلسطين. طبعا هون انتوا المعرفين عادة بيكونوا الناس اللي كتبوا لكم ال ريكومنديشن لتر او ورق التوصي، فلازم يكون من جامعة. هذا الأول سيف، الثاني دكتور قدري الزغل، الثاني بروف، تليفون هذا رقم عشوائي، إيميل بتيوكي. طبعا ايميلاتهم لازم تكون صحيحه، انا هاي ايميلات افتراض. نيم اوف انستيتيوت بتيوكي، كانتري فلسطين. كمان مره هذا الريفرنس 1 و 2 بيكونوا بناء على ريكومنديشن لتر اخذتوهم اللي هن اوراق التوصي من الكليه. انتروديوسر اللي هو رقم ال اللي هي ال ماتريك نمبر، اللي هي رقم اللي بطاقة الطالب. وعادة احنا عندنا الماتريك نمبر بيكون مثلا 2017 10 1 2 3. الباسبورت ماتريك نمبر ستودنت نيم از اي سي في الباسبورت، اسمك في الباسبورت. بدكم تنتبهوا هون، اسمك في الباسبورت لازم يكون صحيح لأنه الشهادات راح تنطبق على أساسها وتتعادل على أساسها. هذه بتكون رقم الطاقة. طيب financial support، هاي الشيء المهمة، أنت مين بده يصرف عليك؟ مين بده يصرف عليك؟ بتقول لهم أنا والله scholarship منحة ولا self sponsor، أنا دافع على حالي من أي دولة؟ فلسطين. بعض الأحيان بطلبوا أنك تجيب ورق من البنك إنه معك 20,000 أو 50,000 دولار أو 30,000 دولار، فبترفقها. أنا بدي أرفق عفوا هلا هاي للسكولارشيب،
السكولر شيب بطلب مني انا رفيق، ولكن لا انا سيلف ما في داعي، هي سيف. سبورتنج دوكيومنتس، هذه صورة وهي بروبوزل وهي مانجريال مانجر ابروفال لتر. الصورة صورتك الشخصية طبعا، لازم يكون جي بي جي، جي بي جي، بي ان جي فورمات، هاي شايفين ابلود البكتشر جايد اللي هو شو قياساتها، لازم تكون 4.2 سنتي، 5.2 سنتي، مش لازم يكون، لازم يكون وجهي واضح، مش لازم يكون خلفية مش رسمية، ممنوع تكون بهذا البعد، ممنوع تكون مخربش عليها، ممنوع تكون صغيرة، كل هاي الصور محددينها، ممنوع تكون مثلا لابس لباس مثلا بيأثر على شكل الصورة، كل هذا الكلام هم موضحينه، ممنوع تتجاوزه. طيب نفس الشيء البروبوزل، البروبوزل اللي هو الخطة الدراسية اللي انت بدك تعرضها عليهم. انا مثلا بدي اخلص احط هاي اللي هي اللي هي الملف اللي انا كنت حاطه، المانجر ابروفال اللي هو اوكي، شوف هون شو كاتبين، للدكتوراه ولا البروبوزل فقط للميكس مود، انت مش مطلوب منك حط هاي، لان طلبنا فقط الكورس، هاي فقط للدكتوراه، اذا ما فيش داعي نعبيهم. احنا بدنا نحط صوره، نختار صوره مثلا ما في صوره عندي حاليا، ولكن ممكن ترفق صوره، هاي سيف PDF فورمات، ما فيش داعي اصلا، هم ما طلبوهاش. other information publication، اذا كان حد نشر publication بتعمل اد، اذا كان مثلا عنده اسم البابليكيشن، الاوثر والسنه والنيم اوف لوكيشن وين انتشر، هذا انتم البكالوريوس ما بيكون عندهم. بالنسبه للفيزا ايدنتي فيريفيكيشن، بقول لك شو اقرب سفاره في عليك، بتقول له سفاره ماليزيا في جوردن، بقول لك ابلود الباسبورت، شوف عشان تعمل فيزا الباسبورت لازم يكون كلياته ماكسيموم 3 ميجا، بتسحب الباسبورت كله على السكانر وبترفقه هون، هاي مثلا افترض ان انا رفقت الباسبورت كلياته بحكي له ابلود، طبعا ماكسيموم عندك 3 ميجا كفايه وزياده للباسبورت، لانه الباسبورت حوالي 42 ورقه. هاي خلص الباسبورت. طيب ابلكيشن فيز، الدفع، الدفع هون فقط اونلاين عندهم، المبلغ المطلوب 100 شيكل، بتدفع من خلال كومبليت بيمنت، هاي بي بحولنا على صفحة ثانية اللي حكيناها اليوم في الشرح، بحولك على تنل او على كونكشن امن، بيكون خاص ما بين الميرشنت اللي هو التاجر او الجامعة والمقاصة او الجهة اللي بتعمل تصفية حسابات. هاي معلوماتي كلها جابها، كلها جابها، وقال لي هاي عندك كل ادوات الدفع، فيزا من خلال بنك، خلال بنك ثاني، بنك ثالث، رابع، كل هذه ادوات دفع. 7-Eleven هي عباره عن سوبر ماركت، تروح تدفع بعطوك ورق عليها رقم، انت ما عليك الا تكتب الرقم. خلينا نشوف 7-Eleven، ب فتح لي كمان صفحه حتى يتواصل مع نظام 7-Eleven. طلع شو قال لك، ترانزاكشن اي دي، شوف ارزر كاش، اولي بيمنت كاش، انتر اي دي، طيب proceed to merchant page، هاي اللي حكينا عنها، من هون تقدر تعمل اللي هي close لعملية الدفع. لاحظين انا طبعا هذيك عملية الدفع وهمية فقط، راح يرجعوا لي الطلب لانه انا ما دفعت. complete payment، خلص اعتبر انه البيمنت مش مدفوع، لانه انا ما اصلا ما عملت عمليه الدفع. ترجع مره ثانيه افرجيك كيف البنك، هاي مثلا من خلال البنك احكي له بيه، المفروض يحولني مباشره على صفحه البنك، ادخل لحسابي، شوف هسه بيجي على بنك، تحول مباشره الموقع على سي ام بي كليك اللي هو موقع البنك، بدخل على حسابي في البنك، شو بعمل؟ بخص وبدفع منه مباشره، بطلعني من هاي الصفحه، بس عملية الدفع جاهزة.
ديكلاريشن، طبعا انتم مش مطلوب منكم دفع بالمناسبه. ديكلاريشن هو زي اقول انه انا موافق على كل اللي انا وضعته، بقرا هاي الامور بقول له كلوز امباسي في جوردن ابلود، احنا حكينا السلكت الفايل ابلود جابنا عليها مره ثانيه لانه احنا ما كان في عندنا مش عاملين سيف. اوكي طيب ديكلاريشن خلي هذه الامور انت موافق عليها، في اشي ناقص سبورتنج دوكيومنت الصوره طبعا مش راح يقبل هاي هذا الملف اللي انا حطيته، لازم يكون ضمن ابعاد معينه ان شاء الله انه يقبله حتى فقط نستمر. قال البكسل ماست بي اوكي، لازم انا اجيب صوره نشوف هاي الصورة، هذه الصورة باسم على سطح المكتب. طبعا انتو المخيرين بتحطوا الصورة اللي بتناسبكم. كلوز اختار الفوتو ديسكتوب الايمج ان شاء الله يقبلها، بس انا اعتقد انه قياساتها اوكي ممتاز. لاحظ المراحل ديكلاريشن ايش ضل ما بقدر طبعا كلهم صاروا بالازرق ما عدا الابلكيشن فيز، ما بقدر انا اعمل سند الا لما ادفع. اذا هذه بكل بساطه، طبعا طولت عليكم انا عارف، ولكن بكل بساطه كيف احنا بدنا نعمل تقديم طلب ماجستير. اتمنى انه الكل يجاوب على الواجب، بحيث انه انا مطلوب منكم تبعثوا لي بعد ما انا اطلع لوج اوت هنا، تبعث لي كل واحد فيكم الباسبورت اللي اشتغل عليه والباسورد فقط. انا ساعتها بدخل على حساب كل واحد فيكم بشوف ايش اسمه الابلكيشن، بتبع لحظه هاي انا بعرف انه عبى البيانات بياناته صح، شو البرنامج اللي اتفقنا شو البرنامج اللي احنا بدنا اياه، بيرسونال انفورميشن لازم تكون صحيحه، ارقام الجوالات ما بتهمنيش كثير ولكن الايميلات لازم تكون صح، اكاديميك كواليفيكيشن ترفق ملف على الاقل، ولا هو ملف وهمي ما عندك مشكله، بس على الاقل في يكون شويه كتابه. طريقه العمل ما في داعي، الانجليش اغلبكم بتقولوا نو نون اوف ذا اباب، ريفرنس لازم يكون اثنين دكاتره من الجامعه ايميلاتهم صح، انتروديوسر هذه اللي هي رقم بطاقه الجامعه واسمك فيها، فاينانشال سبورت انت ماخذ سيلف سبونسر، سبورتنج دوكيومنت هذه من شان الفيز صورتك، الاذر انفورميشن والفيريفيكيشن كلها بتكملوا، الفيز احنا مش قادرين عليه ما بنقدر ندفعه، بتكون هيك انهينا المطلوب لوج اوت. رجاء الكل ينتبه انه لما ترفقوا لي اليوزر نيم اللي هو الباسورد والباسورد تكون صحيحه، تكون صحيحه، وان شاء الله انا فيما يتعلق في واجب الشوبيفاي راح امدد يومين او ثلاث حتى تتاكدوا كلياتكم انه الباسورد واليوزر نيم والايميل اللي هو الشوب نيم والايميل صحيحه. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.